المعابد نعم، الكتيبة المكاوية بالألوان البيضاء. هنا سعادة المستشار علي تحكيميا على مستوى أجواد التوقيت. هنا صافرة علي تبدأ من خلالها ضربة البداية على مستوى عناوين وقمة هذا المساء الجميل، ميلان واتحاد المعابدة. نعم، من خلال بداية المشوار على مستوى قمة وعناوين هذا المساء، الثلاث نقاط تعني الكثير على مستوى هذا اليوم. دائما بداية المشوار تعني الكثير على مستوى عناوين الكورة هذا المساء. بطولات المضي، ذكريات المضي، أجواء المضي. يوسع كرة قبضة لغدار، لا خلص الصمد، أبعدها خالد من ثم عبر السليم على مستوى الأخطاء الماضية. سالح ميلان مراد القاسي صاحب عديد التجارب على مستوى الدوري يلو. هذا النقطة الآن مراد، هنا علي هي عقلات والإشارة راحت يا الميلان، أولى الفرص. نعم يا الميلانستا، دائما ما تقدم على مستوى هذه البطولة. أربعة الأسار مونديال الأحياء كما يقولون، أربعة الأسار. هنا في سهرة من سهرات المونديال، عادت ميلان عثار من هذه الكرة خطيرة. العريق عزو وعديد الأسماء الهجومية التي كتبت في التاريخ الأحمر مرت هذه الكرة. أربعة الأسار خطيرة لليه، رد راسها ضربة لا مرت يا ميلان، ليستمر التعادل. مراد للميلان، إرسالية مراد للقمة الثاني، عادت خطيرة الميلان، هدر لليه كي قولته. لا 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 يا الميلان، لا ضاعت كورة وحصفر لكم هذه الكورة، هذه الكورة القادمة الآن. هنا لصالح مراد القاسي لصالح ميلان، يوسع كورة خطيرة. نتابع السيناريو الصفراء. نعم، والكرة تعود لصالح ميلان. انيستا اللمسة على اليسار، قاطع مستوى اللقطة الماضية، عثار من هذه اللقطة ممدوح خطيرة. الله، راحت من جديد. نتابع الأجواء ما زالت بالتعادل. هذا عثمان، هذا الطارقي عاود على مستوى اللقطة الماضية. مش ممكن على المباراة من يكسر حاجز التعادل. عاد الميلان، أين القرار؟ الصفرة والخطأ من جديد. هنا ثلاثة دقائق الوقت المضاف كإكسترا تايم، ثلاثة دقائق أضافها. نعم عليا، هذا الميلان، هذا الميلان، هذا الميلان. أستا الضربة، الكرة، جول، 1-0 لصالح ميلان. ميلان أستا يعيدون المشوار، يعيدون الطريق صوب الأرقام والفردية. ميلان في هذا التوقيت يريدون إضافة الثاني. نلعب في لحظات أخيرة هنالك على الصفرة التالية. نعم، هنا من خلال مجرى الأول صفرة المستشار ميلان 1 اتحاد المعابدة. لا شيء، لا تذهبوا بعيدا، نلقاكم من خلال الشوط الثاني. هذا المشاهدين الكرام، نعود الان معكم هنا من خلال اجواء الشوط الثاني. نعم، من قمة هذا المساء ما بين ميلان واتحاد المعابد. نعم، الشوط الاول تفوق ميلان بواقع 1-0 عن طريق ركلة الجزاء بعد توغل في دفاعات الاتحاديين. ربح ميلان بال 1-0. هذا نتابع سلامات برجع مستوى الاكثر ماضي. المايسترو، اربع الاثار، حذر من هذه الكورة للاتحاديين. لابناء المعابدة، هذه الكورة الخطيرة الجميلة المكتوبة.
المكاوية مرة سليمة، عادت من جديد الهلال الابيض الهلال لابناء مكة من اجل التعادل. ارسالية فلاتة، الراسية لم تحضر الضروري، الثالثة لا، الرابعة وين؟ عودت على اليسار، الدفاع ما زالت اتحادية، ما زالت مكاوية. مرت الكورة لاتحاد المعابدة، يوزع للكرة الأول مكاوية عثمان، الكرة للدار راحت سليمة، عادت من جديد بيضاء، الدربوري مرة سليمة راحت إلى الست أمتار. وللنائب الرئيس سيد الأستاذ عبد الحميد، الهلال إذا حاضر معنا في نادي المساء، أحمد ويلاب وعدي وعديد الأسمار المميزة، هنا عزاب، هنا سعادة المهندس سعيد، هنا هذا اللقاء.